السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. المرحلة الأولى قسم الأشعة، أعرفكم بنفسي أستاذ عايد علي مصطفى، راح يعطيكم مادة الـ Fundamental of Nursing اللي هي أسس التمريض. عندنا الموضوع الأول اللي عنوان الأول اللي هو Definition of Health Patient Disease and Hospitals. نبدأ أولا بالهيلث. الهيلث اللي هي الصحة has been defined by WHO اللي هي as health is a state of complete physical, mental and social well-being and not just merely the absence of disease or infirmity. عبارة الصحة هي عبارة عن تكامل الصحة الجسدية، قلنا العقلية والاجتماعية، وليست هي فقط غياب المرض أو الإعاقة. هذا حسب تعريف الأمم المتحدة للصحة. عندنا الفاكتور ذات affecting health. أول شيء الـ environment population أو pollution اللي هي تلوث البيئة. تلوث البيئة طبعا يأثر على الصحة، ممكن يأثر بشكل إيجابي أو بشكل سلبي. التلوث البيئي إذا كان عندنا نتيجة المصانع والمعامل والأدخنة والأتربة وما شابه ذلك، يأثر لنا بشكل سلبي على صحة الإنسان، بحيث الإنسان يصاب بأمراض مختلفة منها الأمراض التنفسية والقلبية وما شابه ذلك والجلدية أيضا. عندنا هذا الفاكتور الأول أو العامل الأول اللي يأثر على الصحة. عندنا العامل الثاني النيوتريشن أند فود، نوع الغذاء اللي إحنا ناكله أو نمط الشخص في تناول الغذاء. سوء التغذية يتسبب لنا كثير من الأمراض، منها أمراض الدم وأيضا الأنيميا اللي هي فقر الدم. أيضا عندنا بالنسبة للنقطة الثالثة اللي هي illiteracy, poverty and traditional. يعني هو الفقر هو أيضا يأثر لنا على الصحة، العادات والتقاليد أيضا تأثر على الصحة بشكل إيجابي أو بشكل سلبي، بينما الفقر هو يؤدي 100% إلى نتائج سلبية على الصحة العامة. الشخص ما راح يقدر يأكل بشكل يعني سليم أو تلبية احتياجاته من الغذاء راح تكون قليلة. عادات وتقاليد الأكل أيضا مثل ما حكينا، أكو ناس مثلا تتناول بإيديها الأكل ما تغسل إيديها، أكو ناس عندها ستايل معين إنها مثلا تتناول الأغذية النباتية ما تأكل الأغذية الحيوانية. أيضا عندنا النقطة اللي هي الرابعة هي المايكرو أورجانيزم. المايكرو أورجانيزم هي الكائنات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة، منها البكتيريا والفيروس والأنتي أو الفنجال اللي هي الفطريات. هذه كلها تسبب لنا أمراض مختلفة لجسم الإنسان. عندنا أيضا النقطة الخامسة اللي هي الميديكيشن أند تريتمنت. عندنا بعض العلاجات أيضا ممكن تأثر على الصحة بشكل سلبي. ماكو علاج، صحيح هو علاج اسمه علاج، ولكن أكيد بيئنه مضاعفات على جسم الإنسان، فيعني العلاجات والأدوية لا تعطى إلا عن طريق طبيب أو مختص في ذلك. عندنا أيضا the rule of the World Health Organization in maintenance of health. منظمة الصحة العالمية شلون تحافظ لنا على الصحة من خلال أو دور منظمة الصحة العالمية في الحفاظ على الصحة
من خلال كنترول اوف كوميونيكابل ديزيز، سيطرة على الأمراض المعدية أو الانتقالية، من خلال ريسيرش وورك، عمل بحوث في ذلك، أيضا ديفيرجن اند ريكريشن، من خلال يعني الاهتمام بالنواحي الترفيهية، وأيضا ذا هيلث انفايرمنت كنترول، سيطرة على البيئة، على صحة البيئة، أيضا من خلال بيرسونال كير اند هايجين، خلال السيطرة على الصحة الشخصية أو العناية الشخصية، أيضا بادي أليجمنت أند أكتيفيتي، نشاطات الجسم المختلفة، أيضا من خلال نيتروجين أند فلود، ومن خلال إليمينيشن، هو تحديد أو تحديد أو تقليل من المضاعفات الأمراض المختلفة. عندنا ذا بيسك ديلي هيومن نيد أوف إنديفيديوال، ما هي الاحتياجات اليومية اللي الشخص أو للأشخاص أو للإنسان. health environment، يحتاج إلى صحة البيئة، بيئة سواء المحيطة به داخل البيت أو البيئة الخارجية اللي هي تشمل لنا جميع ما يحيط بالإنسان من عوامل ومؤثرات. عندنا sleep and rest، النوم، النوم الكافي، nutrition and fluid، الأغذية والسوائل، personal care and hygiene، الصحة الشخصية، والبادي اكتيفيتي، نشاط الجسم، ومنتال ايموشنال اند سبيرتشوال سبورت، من خلال يعني الاحتياج الى الصحة العقلية والعاطفية والروحية. عندنا ايضا الفاكتور ذات افكتنج هيلث انفايرمنت، تاثر لنا على الصحه، البيئه تاثر لنا على الصحه، شو هي البيئه المحيطه بنا اللي هي الهيلث هاوسنج، صحه البيت، تمبريتشر اند هيوميديتي اوف ذا اير، الحراره والرطوبه، رطوبه الهواء، الفنتيليشن اللي هي التهويه، يعني اير سيركوليشن، يكون يعني دائما نعمل تهويه لفتح الشبابيك والابواب، لايتنج، يكون الإضاءة أيضا بشكل جيدة وكافية، أيضا قلنا كوايتنس الهدوء، لازم يكون عندنا هدوء، وعندنا اوردر لاينز، يكون عندنا خطوط الطلب، يعني متوفر عندنا كل شيء، يعني خطوط مثلا خلينا نقول مواصلات وما شابه ذلك. أيضا سيفتي اوف ذا انفايرمنتال، يكون عندنا أمان في البيئة، البيئة متوفر، يعني بيئة الأمان أو أمان بالبيئة المحيطة بنا. عندنا أيضا الـ patient units is the place that the patient occupies when he or she enters the hospital. It includes the following: bed, matters, blanket, sheets, table, bedside, dish soup, urinal, bed pan, wheelchair, jug وglass. كل هذه الأمور لازم تكون موجودة في وحدة المريض، الوحدة اللي يجلس بها المريض أو يركض بها المريض. يجب هذه الأشياء أنها تكون موجودة ك يعني متواجدة، لازم بشكل أساسي موجودة بها هذه الأشياء كلها اللي قلنا، هي السرير والفرشة ومثلا المخدة وما يحيط بالمريض ويحتاجها يعني بهاي الوحدة. The basic need of the patient: breathe normally، شنو الاحتياجات مال البيشنت أو المريض؟ Breathe normally, eat and drink adequately, eliminate body waste, sleep and rest, keep the body clean, avoid environment dangers. كل هذه الشخص يحتاجها أو احتياجات رئيسية وأساسية للمرض. عندنا definition of disease is an illness or sickness characterized by specific sign or symptoms. يعني بأعراض وعلامات خاصة. عندنا definition of hospital. Hospital an situation that is adult, staffed and equipped for the diagnosis of disease, for the treatment both medical and surgical of the sick and the injured, and for their housing during this process.
The modern hospital also often يعني serves as a center for investigation and for teaching. يعني هو مكان حقيقة مبني على أساس ستاف موجود به ستاف كامل يعني كادر كامل ومعدات للتشخيص الأمراض والعلاج. ممكن تكون معدات ميديكال وسيرجيكال ويعني تستخدم ل يعني المستشفيات الحديثة تستخدم للتيتشنج. هسه اكو مستشفيات خاصة تعليمية للتشخيصات او للفحوصات وللتعليم. Function of hospital. Care for the patient and service education. Promotion of the level of health. Scientific research. هذا وظائف المستشفى، وظائف عديدة ومتشعبة. رعاية المريض وخدمات التعليمية وتعزيز الصحة وللبحوث العلمية. عندنا classification of hospital. أصناف المستشفيات، عندنا general hospital وعندنا special hospital. Private. اللي هي العامة والخاصة، هي الحكومية والأهلية عندنا. Administration and ownership. الحكومية شلون نديرها government ديرها الحكومة و non government or private الحكومية وغير الحكومية اللي هي قلنا الخاصة. Division of the hospital تقسيم المستشفى. The admitted department اللي هي وحدة الدخول أو طوارئ أو الاستشارية. Medical staff بيها يعني هي بالنسبة لأقسام المستشفى قلنا الستاف الطبي nursing department وحدة التمريض اللي هي وحدة التمريض director of nurse عندنا assistant director nurse supervision of patient unit عندنا ال head nurse قلنا student nurse the clinical department medical wards surgical wards the medical therapy facilities عندنا clinical laboratory tests هي المختبر و X-ray الأشعة department anesthesia department electro encephalography department وعندنا ال electrocardiography department وعندنا the pharmacy اللي هي صيدلية و dental service department وعندنا ال electro conclusive therapy department وعندنا ايضا the outpatient department وعندنا the medical social service department اللي هي خدمات الاجتماعية و the medical record department وعندنا ايضا the central supply department وعندنا the dietary department و engineering service department وعندنا laundry department و the hospital laboratory او library department. كل هذه يعني حقيقة كل ما يتعلق بالمستشفيات الحكومية أو أيضا البرايفت. هذا كل ما يتعلق بالمحاضرة مع اليوم. إن شاء الله نلتقي بالمحاضرة القادمة ونلتقي بكم إن شاء الله على يعني على الميتينج لاحقا اليوم إن شاء الله. السلام عليكم.